يعني هل ممكن مثلا والله احنا متفقين ان احنا هتسافر هاجي معاك، او انك مش هتسافر، يعني هل متفقين على طريقه عشان اتعامل بيها مع العيال، عشان اتعامل بيها مع علاقتنا ببعض؟ هل ده يحصل ويتغير فكده من حقها انها تلزمه، او ان هو يلزمها بالاتفاق ويبقى مساواه؟ يعني هفكرك بيا باني رجل ذو ابعاد، يعني مش كاسيت علمي، مش بنكي هقول لك يجوز لا يجوز. لا، في ابعاد. البعد اللي أنا أتقرب به إلى ربنا هنا أن الوعد عند جمهور العلماء ليس بواجب. أصار لي معلش اشرح لي يعني. يعني قال لها مش هسافر واسيبك، مش هفطرك حاجة غير الفروتسلات وبتاع، فهذا ليس بلازم. الوعود عند جمهور العلماء ليس بواجب. الإمام مالك قال الواجب إذا بدأ في الشروع به، يعني بدأ في الوعد بدأ ينفذه أحمد الله يرحمه قال الواجب إلا العذر. أدي ثلاث آراء، وأنا مش متعود أعرض الآراء وأقول للناس تختار، أنا خليني مع الجمهور. الوعود ليست بلازمة، يعني يقول لها ويعرض عارض في الحياة. يعرض عارض يعني جد دفع الضرورة في حاجة جديدة. المهم عايز أقول لك برضو جملة من أبعادي، إن ما يكونش هو مسافر هروبا منها. والله يعني فرق بين أن أسافر تبقاش هي كمان جزء من الهم اللي مصفره يعني. هل أنا أسافر من أجلك وتمنعني، ولا ترثي لحالي وتشفق علي وتقول لي سو سوري إن أنا السبب اللي هخليك تسيب النظر إلى سماء بلادك عشاني؟ سيدي أنا عايز أقول لك كلمة، والمغتربون ومنهم حبايبي يعني كتير جدا، بس مش عايز أوجعهم، بس عايز أفرحهم. عايز أقول الغريب ده مجاهد في سبيل الله، اللي نقى بدينه وعقله وقلبه ليحسن مستوى عائلته على الأقل، وليكفل مساكين في بلده. طيب العلماء فقهاء يعني لما جم يتكلموا على الزكاة والصدقة وزكاة الفطر في رمضان، قالوا الأصل الأصيل إن الزكاة تخرج في البلد اللي اكتسب منها المال. يعني انت حضرتك شغال في السعودية، زكاة مالك لفقراء السعودية، إلا إذا كان له أرحام في وطنه في حاجة. لكن زكاة الفطر بعد ما يصوم رمضان ويجي يطلعها المساكين اللي هناك، سواء كانوا من بلده أو مش من بلده، اللي يعني موجودين في المنطقة اللي هو موجود فيها. الأرض اللي هو موجود فيه. الأرض يا فندم، أنا صاحب فقه الأوطان، كتاب لي اسمه فقه الأوطان. بس كل اللي حضرتك بتقوله ده الاعتراض عليه مثلا هيبقى، أو المناقشة فيه هتقول لك لا والله، ما هو أنا يعني السفر لضرورة الرزق وإنك تغير ده مهم وجهاد ومطلوب منك، بس أنت هتلبسه كويس ومش هتعلمه ولا تربيه كويس. كويس، يبقى خليني اضحكك بقى واضحك المشاهدين. طيب. يعني يبقى اذا هي صو او بناء عليه او اي حاجه تحبها، مؤمنه بانها متجوزه. لا مش بتكلم عليها هي، انا يعني بتكلم عموما. من حقوق ما هي اني وان، تمام، اني وومن. هي كده معتقده، فرحتني يا شريف، انها متجوزه الحكيم اللي يعرف يربي. انت خليتني حضرتك قلت لي في الاول ان هم الاثنين لازم يربوا مع بعض. طب يا فندم الاثنين ممكن هم كفته ناقصه وهي تكون ارجح منه وتعلمه وتعلم ولاده، المشكله يا حبيبي. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. صحيح. الاصل الاصيل في الراجل انه يربيها ويربي ولاده ورب الدنيا، بس نجيبه منين؟ ما علينا يعني يا حبيب. والله ده الاصل. يعني انت عارف، هقول لك على حاجه من المشكلات اللي واجعاني قوي لغايه النهارده، بقى لها يومين بس واجعاني واخواتها معاه. ان في امور مسافر وسايب مراته في البيت اللي فيه امه. امه علشان معاها موبايل وبرامج مجانيه بتحكي له كل ليله على اللي حصل من مراته، وتنكد عليه وهو يتصل بمراته وسبها وسب اللي جابوها. السفر ما بقاش نافع بوجود التليفونات والحاجات دي.
ده ما هو مجاني. أيوة. تعرف امه دي لو هتتكلف 50 قرش والله ما متصله بيه حتى لو جالها ايه مش عارف ايه بس اسمعني.